واحد بس انتوا اللي هتختاروه عشان هو اللي هيفوز في الاخر. نخش ضمن التصفيات النهائيه من ضمن الثمان افراد لثمان حلقات. استنونا عشان نطلع الموعد. فاكر مين من المطربات قال اه يا ليل؟ شيرين. الله اكبر عليك. لا مش متابع. كان البطل مين؟ لا ده نقله عن الدره بقى. تجربه وعدت كم مره. الحانك دي ما يتكلمش. ممكن نعد مع بعض. لا انا ممكن اقول شعر. انا راجل شعر لكن ما ليش في الاغاني خالص. مثل هالايام قلبك كسر قلبي ترنين المجادير يا عين حلو اللي حلو بكل خساله. وخد فرصتك بالتوفيق للجميع.